لما الغزاة هجموا على مصر قام لهم السلطان حامد وقال لهم والله ما تدخلوا الا على جثتي. جزء من الفيديو الترويجي للمسلسل الرمضاني سر الباتع للمخرج المصري خالد يوسف، المسلسل مستوحى عن قصة تحمل نفس الاسم للأديب الراحل يوسف إدريس، تدور حول السلطان حامد البطل الشعبي المعارض إبان الحملة الفرنسية على مصر. يستعرض المسلسل حقبتين، الأولى في وقت الحملة الفرنسية ودفاع المصريين المستميت عن أرضهم ضد الاحتلال، والأخرى عام 2010 حيث يحاول البطل تتبع سيرة السلطان حامد وهو أحد الرجال الشجعان والمستبسلين في وجه الطغيان. تدور الأحداث حول شاب يبحث عن سر مقام السلطان حامد الموجود في إحدى القرى الريفية المصرية. الناس اللي بيحفروا في الميان دول بيدوروا على ايه مدفون؟ الورقه دي شكلها من ايام الحمله الفرنسيه. ما سر وجوده يقوم بدور البطوله الفنان احمد فهمي واحمد السعدني والشاعر هشام الجخ ومجموعه ضخمه من النجوم المصريين والعرب. اما شخصيه المسلسل السلطان حامد فهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحمله الفرنسيه، يتحول بعد اذن لاسطوره لها اضرحه ومقامات في عديد من قرى مصر، ويرصد المسلسل كفاح الشعب المصري بين الحاضر والماضي. لكن رواد مواقع التواصل سخروا من عدة مشاهد من بينها ملابس جنود الحملة الفرنسية. ليس الملابس فقط بل حتى ملامح الممثلين المصريين الواضحة التي يقولون أنها لا توحي بأنهم جنود فرنسيون. بالإضافة إلى أخطاء أخرى تداولها المغردون. هنا مثلا نرى عربة الكاريتا بعجلات سيارات، تايرات يعني، بدلا من العجلات الخشبية المستخدمة في تلك الفترة للتنقل بها في نواحي القرية. طيارات شنو؟ ما نعرفها، يمكن طيارات مطارات على العموم. فيما لفت أحدهم الانتباه إلى حذاء رياضي يظهر في لقطة من المفترض أنها لأشخاص قد عاشوا قبل نحو 3 قرون. ما أعرف شنو نوع الأحذية الرياضية اللي كانوا يستخدموها حينها، بس أكيد مو هذا النوع من الأحذية. أما هذه هي اللقطة المنتشرة على منصات التواصل، يظهر فيها الممثل أحمد السعدني مرتديا ملابس قطنية يعتقد أنها موجودة تحت هذا الجلباب. ضجت مواقع التواصل في التعليقات والانتقادات الحادثة رغم رضا الكثيرين عن ذلك العمل. أميرة ماذا تقول؟ دي إيه الفرنسيين اللي من سوهاج دول يا معلم يا أستاذ خالد يوسف؟ سوهاج مدينة طبعا موجودة في الصعيد المصري، وتقول هؤلاء أشكالهم بيشبه الصعايدة أكثر ما تشبه أشكال الفرنسيين بحسب وصف أميرة. أما هنا أحمد حجازي، المماليك لابسين أديداس في مسلسل خالد يوسف والحلقة الجاية حيبقى في عساكر فرنسوية لابسين تيشيرت زيدان وإمبابي. هذا طبعا يذهب إلى عالم آخر من عالم الرياضة. محمد زأزوق يقول: رحم الله الساخر العظيم أحمد رجب حين انتقد أحد المخرجين لظهور ممثل في مشهد تاريخي وفي يده ساعة، قال عنها أحمد رجب إنها سيتيزن، ليرد المخرج إنها ساعة رولكس. ممكن خالد يوسف يقول إنها بوما مش أديداس مثلا. وهنا تدوينة انتقادات أيضا حدثت، ولكن ليس فقط عن الملابس والحلي والأحذية الرياضية، ولكن عن محتوى المسلسل. انتقد البعض الصورة التي صورها المسلسل عن السلفيين وعن اتهامهم بمحاولة هدم الأضرحة بعد ثورة 25 يناير، وذلك عبر سرد الجد حكايات عنهم لحفيده في أحداث المسلسل. أثارت تلك اللقطة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الأضرحة واعتقاد البعض في كرامات المشايخ. مثلا هنا إسلام الترك يقول: أكيد خالد يوسف حيطلع أي حاجة فيها دين ويتريع عليها، عشان كده بيّن موقف السلفيين من الأضرحة ومحاولة هدمها من قبل الملتحين. العيب مش عليه، العيب على الكبار اللي سمحوا بالفساد في الدين والعقول. أما هنا إبراهيم سعيد: من أول حلقة وشدني المسلسل، شكله جامد خصوصا لما عرفت أنه من رواية الرائع يوسف إدريس، بس الواضح أن الناس الشغالة في المسلسل ما تعرفش حكاية وبطولة السلطان حامد ومدى أهمية الأضرحة عند المصريين. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.